رئيس اللجنة الثورية العليا يلتقي قيادة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ويستعرض تقارير الإنجاز الخاصة بتحقيق الاستقرار السعري وضبط المخالفات. القائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان خلال أمسية رمضانية بمحافظة تعز انزلقت للصراع بسبب المصالح الشخصية والتدخل الخارجي الذي فرضه العدوان. سقوط أخلاقي مارسه العدوان على الأمم المتحدة لشطب تحالفه من القائمة السوداء. وفي محافظة صعده العدوان السعودي الأمريكي يدمر أكثر من 196 مدرسة ومرفقا تربويا. ومقتل 8 أشخاص وجرح 13 آخرين اليوم في تفجيرين إرهابيين هزا منطقة السيدة زينب بريف العاصمة السورية دمشق.